الصداع يبقى خطر؟ الصداع الخطر اساسا بيبقى مفاجئ. يعني دايما احنا المريض نقول له لو جه صداع مفاجئ او شديد قوي غير الشده الطبيعيه بتاعتك، لا ده لازم تنتبه وتروح المستشفى. ما عدا هذا نسبه الصداع اللي بيبقى فيه خطوره او اللي بيعبر عن ان في حاجه في المخ او حاجه خطيره يعني قليله جدا. ايه افرق ازاي بين صداع نظر مثلا نظاره مش مظبوطه او الجيوب الانفيه وانا بقى عارفاه اللي هو بيبقى بيوجع في كل مكان في الوش، وبين لا قدر الله صداع ضغط دم ارتفع مفاجئ مثلا؟ ضغط الدم ليه شكل معين عاده بيبقى خلف الراس، لكن مهم قوي زي ما البي قال كده ان هو في اعراض مصاحبه للصداع. يعني الم الراس جزء، ايه اللي مع الم الراس بقى؟ هل معاه مشكله في النظر؟ هل معاه مشكله في في رشح، في حاجه في المناخير؟ ضغط الدم دايما مثلا بيبقى معاه التركيز يقل شويه، او يبقى في عدم اتزان، او الشخص يحس ان هو في حاله مش طبيعيه. فدايما بيبقى في عرض مصاحب يقدر يدلنا ايه اللي بيحصل. لكن كتير قوي المرضى بيجوا قلقانين جدا ان انا عندي صداع يبقى انا عندي حاجه خطيره. بنفهمهم انه مش شده الصداع في حد ذاتها لو هي مستمره مش هي دي القضيه، لكن لو جه فجاه هو ده اللي يقلقني. ما هو دايما الصداع بيجي فجأة يا دكتور؟ لا يعني انا ابقى قاعد ويجي لي صداع مرة واحدة مفاجئ في لحظة وشديد جدا، ده حاجة لازم اروح المستشفى. يعني ايه الصداع اللي اخد له مسكن وايه الصداع اللي لازم اروح لدكتور او مستشفى؟ لو هو فعلا حاجة فجأة حصلت لي يعني في دقايق جالي صداع مفاجئ، انا لازم اروح المستشفى مباشرة. ده ممكن يبقى فيه بعد شهر نزيف في المخ، في حاجة بتحصل حادة جوه الراس. السبب الثاني ان انا يبقى عندي صداع مستمر لفتره طويله وغير مستجيب للادويه، خدت له مسكنات ما بيجيبش نتيجه، اللي يبقى في سبب، يا اما في سبب بقى في العين، في الوجه، في المناخير، في حاجه زي كده، او في حاجه داخل المخ محتاجه تتعالج.